زميل العزيز محمد الباز للحديث عن ارقام مباراه اليوم. مساء الخير يا محمد، نور. مساء الخير يا كابتن ايمن، مساء مبروك الخير على النادي الاهلي. الشباتن. طبعا مبروك للنادي الاهلي. كنا بنقول ان ده محطه مهمه جدا لسويتشنج اللي حصل طبعا بعد بطولات ومسابقات مختلفه. نتكلم على العوده بقى من 4 ماتشات في الدوري، بعد كده دخلنا على فاينل افريقيا، بعد كده منتخب مصر ومعظم سكواد المنتخب طبعا من النادي الاهلي. فبالتالي يا كابتن عوده مهمه، فوز مهم، اهم حاجه ايجابيه النهارده زي ما حضراتكم وصفتم بالظبط كده كابتن شريف، الثلاث نقاط. كابتن اسامه كلكم حضراتكم اتكلمتوا النهارده، اول حاجه او نقطه ايجابيه كارقام، ثلاث نقاط مهمين جدا. نبدا بقى نخش في اجواء الدوري. الثلاث نقاط دول حصل فيه طبعا يا كابتن ايمن قفزه بخمس مراكز. خمس مراكز اصبحنا في المربع الذهبي. لا بس هنا بقى المربع الذهبي مختلف، صح؟ يعني انت هم لاعبين كم ماتش بالظبط هنا بالزبط. بقى لو هنتكلم على ارقام، لا ارقام هنا ايجابيه جدا لما أي. تكون في المركز الرابع يعني بنتكلم دلوقتي بنتكلم 36، صح؟ يعني 36 نقطه، 36 نقطه زي ام بي، بس احنا فرق الاهداف فقط. مظبوط. امامنا مين؟ امامنا زد، لعبوا 23 مباراه ب 37 نقطه. بنتكلم قبلهم طبعا مركز تاني المصري 24 مباراه ب 39 نقطه. انا عايز اتكلم على المصري وزد، 39 37 الاهلي 36 في المركز الرابع. طبعا بيراميدز من 23 مباراه. بتكلم على الثلاث فرق اللي سابقنا في المربع الذهبي، لعبوا 23 مباراه و24 مباراه. لا وفي حاجه كمان برضو، ان شاء الله ان شاء الله يعني بدون مقاطعه، لو النادي الاهلي كسب اتحاد سكندري الماتش اللي جاي انت بقيت في المركز الثاني. مظبوط، يعني من اقل عدد مباريات مقارنه طبعا بالفرق اللي معانا في المربع الذهبي. ده بيدلل بالارقام ان نسب الفوز ونسب الحصول على النقاط من عدد مباريات قليله هو جدا. اعلى جدا لو النادي الاهلي. ده بيعكس بقى المعدل التهديفي. يعني كنا بنتكلم يا كابتن ايمن قبل المباراه ان الاهلي كان ثالث اقوى خط هجوم. النهارده وصلنا طبعا للهدف كام بقى؟ احنا وصلنا النهارده يعني للهدف يعني 37. اصبحنا في المركز الثاني. اعتقد النهارده سيراميكا هي ال 37، البيراميدز 37 النهارده. الاهلي سيراميكا النهارده جابت جول بقت 38 بالظبط، بقت سيراميكا 38 مزبوط. الاهلي 37، النادي الاهلي وبيراميدز 37 وبيراميدز قد بعض. مظبوط. فبنتكلم ان احنا الثاني اقوى خط هجوم، 37 هدف من ال 16 مباراه، فمعدل تهديفي فوق الهدفين عالي جدا. ده بالنسبه للنادي الاهلي في 16 مباراه مقارنه طبعا هم 23 و24 مباراه. فده برضو نقطه مهمه جدا، هو المعدل التهديفي. طبعا كنا بنتكلم ان النقطه بقى اللي احنا كنا عايزين ودايما كنا بنقف عليها مع حضرتك هو استقبال الاهداف. مظبوط. استقبلنا 17 هدف في ال 16 مباراه، وستيل احنا 4 مباريات بس كلين شيت في ال 16 مباراه. وهنا بقى اللي علامه الاستفهام اللي لازم ناخد بالنا، ان احنا معدل استقبال الاهداف يعني شغال معانا، كل مباراه تقريبا بنستقبل هدف. فده طبعا النقطه اللي محتاجه طبعا نركز عليها علشان طبعا نكتر معانا من المباريات اللي هي بالكلين شيت. دي معظم الارقام الايجابيه بشكل عام عن وضع النادي الاهلي في مسابقه الدوري والترتيب والمعدل التهديفي، معدل استقبال الاهداف زي ما قلنا كابتن ايمن. ولكن احنا دلوقتي كلها ارقام ايجابيه، ثلاث نقاط مهمه جدا جدا حطت النادي الاهلي مره اخرى طبعا في اجواء الدوري. عندنا يوم الثلاث مباراه، يوم الجمعه مباراه، طبعا حضراتكم وصفتوا ضغط المباريات دوت. ولكن انت عارف لما تخش بقى اجواء المسابقه المحليه والتركيز فيها، اعتقد هيكون في طبعا مردود ايجابي بشكل افضل من كده. اتكلمنا ان سكواد لان انت مركز كمان على بطوله واحده دلوقتي خلاص بالظبط، هي بطوله الدوري. صحيح، يعني سكواد بدا يرجع. شفنا طبعا المعدات البدنيه حتى وضحت على وظهرت على معظم اللاعبين خاصة في الشوط الثاني، لأن الأرقام بتقول لنا الشوط الأولاني حاجة، الشوط الثاني حاجة تانية خالص. صح. حتى الاستحواذ راح في الشوط الثاني لفاركو، يعني مش ده طبعا نتيجة يعني أو تظهر النتائج الإيجابية بتاعت المباراة، ولكن زي ما بنقول في ظروف كبيرة اتوضع فيها النادي الأهلي خلت الشكل النهاردة من ناحية الأداء خاصة في الشوط الثاني مش الأفضل لو كنا نتمناه. ولكن أنت حققت الهدف من المباراة أصلا. مظبوط. هدف صحيح. لا ده هدف ب 17 هدف، يعني هدف ثلاث نقاط، قلنا خمس مراكز بوضع مختلف تمام. صحيح. يعني نستعرض بقى مع بعض ارقام المباراه كابتن ايمن كباتن برضه عشان نشوف اهم النقاط الايجابيه اللي النهارده ظهرت في المباراه.
طبعا بعد الفوز 2-1 استحواذ بعد نهايه الشوطين طبعا راح لنادي الاهلي 52 مقابل 48% لفاركو. ركنيات النهارده ده يعني من اضعف المعدلات في الركنيات بالمباراه. النهارده 5 ركنيات فقط للنادي الاهلي مقابل ركنيتين لفاركو. تسلل 1 و2 طبعا ضد فاركو. بالنسبه للمحاولات والتسديدات حتى معدل التسديدات النهارده ما كانش الكبير قوي، يعني في 9 تسديدات من النادي الاهلي، 6 اون تارجت، وده السته على 3 خشبات، وده بقى معدل ايجابي يعني ما شفناهوش في معظم المباريات السابقه في الدوري بدقه 66%. الناحيه الثانيه 7 تسديدات من فاركو، 2 بس على 3 خشبات، ما كانوش يعني بيشكلوا خطوره بشكل كبير 28%. الفرص بقى الكبيره المحققه للاهلي 2 منهم، واحده طبعا تم احراز الهدف. بنتكلم على الفرص اللي كانت فعلا ممكن تترجم لاهداف، شفنا مودست طبعا في اكتر من ظهور النهارده. فاركو ما جالهاش الفرص الخطيره قوي اللي هي، بس الفرص الكبيره المحققه اللي هي ما جاتش جول، ما جاتش جول. يعني بنتكلم بالظبط، لان الاهداف خلاص الهدف اتحسب خلاص، اتحسبت مظبوط. فاحنا بنتكلم على اللي هو ما كان في فرصه ان انت تحرز هدف كمان. الاثنين دول اللي هم اللي بتوع مودست، كان في 2 لمودست طبعا لمودست. يعني بشكل كبير كان العرضيه بتاعت حسين الشحات والثانيه اللي كانت، وفي واحده كمان ما اتحسبتش قوي ان هي كبيره محققه اللي كانت على الراس. لو كان وضع راسه، ولكن هي اتحسبت فرصه عامه يعني بشكل عام، مش محققه. الاهداف المتوقعه كان ممكن يصل الاهلي النهارده ل3 اهداف بالنسبه لفاركو، يعني هدف تقريبا. يعني التمريرات الصحيحه النهارده الاهلي يعني عمل 375 تمريره صحيحه، وصلت دقتهم ل 83%. النهارده بقى هنفصص التمريرات دي شويه، عشان ده كابتن عادل دايما بيبص على الناحيه التكتيكيه في التمريرات. فعشان كده كابتن عادل احنا هنتكلم على التمريرات بقى الكاسره الخطوط والتمريرات جوه منطقه الجزاء وفي بس قبل التمريرات الصحيحه، التمريرات الصحيحه لفاركو برضو نسبه عاليه جدا، يعني 424 تمريره ده عاليه جدا بالنسبه لفاركو. منهم 336 صحيحه، ولكن الدقه عندهم النهارده هو ده مختلف عن فاركو. يعني قبل المباراه كنا بنتكلم مع حضرتك وصل 290 تمريره صحيحه بالزبط. كمتوسط في المباريات كلها والاستحواذ عندهم في افريج المباريات يا كابتن كان وصلوا ل 46% من الاستحواذ. الاهلي وصل 60%، انا بتكلم على اجمالي المباريات ومتوسط بالمباريات. النهارده كان شيء غريب، النهارده الفاركو خاصه في الشوط الثاني كان في تمريرات، ولكن التمريرات دايما بنشرح مع حضراتكم عندهم تمريرات بينيه الباك باسس، مع عندهم ده بي 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 يعني بيعلي اعداد التمريرات بشكل عام، وده بقى اللي هنشوفه في الجزئين الجايين. طبعا التمريرات الطوليه، لا نرجع تاني علشان في نقطه مهمه هنا، التمريرات داخل منطقه الجزاء، في تاتشز لمس الكره داخل منطقه الجزاء. دايما المدربين او الفنيين بيبصوا على الحته دي، انت جوه منطقه الجزاء لمست الكره كم مره، وكان بيشكل منهم خطور. الاهلي 19 مره، فاركو 15 مره، تخيل. فالنهارده التمريرات الشوط الثاني كان في كام لمسه عندهم في داخل منطقه الجزاء. نكمل علشان نشوف التمريرات بقى في الثلث الاخير كان شكلها عامل ازاي. يعني تخيل بقى في الثلث الاخير من الملعب كان في 114 تمريره للنادي الاهلي، منهم 75 بشكل صحيح بدقه 66%. انا بتكلم على التمريرات في الثلث الاخير بشكل عام. مظبوط. الثلث الاخير طبعا الاهلي ده معناه الثلث الاخير ناك عند المنطقه في الجزء الدفاع عند فاركو، والعكس برضو عند فاركو 82 بس يا كابتن، منهم 47 بشكل صحيح بدقه 57%. ده بيقول لك ان الارقام من ناحيه التمريرات كانت كتيره، استحواذ كان مقارب من نادي الاهلي، ولكن التمريرات في الثلث الاخير ما كانش عالي. ده بالنسبه لفاركو. فما شكلتش الخطوره، بالتالي الاكس جي عندهم والفرص الكبيره المحققه زيرو، يعني ما كانش فيه بالظبط. فده برضو كان نقطة مهمة جدا في التحليل لازم نقف عندها. العرضيات النهاردة يعني شفنا شكل كبير، كنا بنتكلم مع حضرتك ان الفريق ده بيلعب عرضيات، شفنا طبعا بالنسبة لهم اعتمادهم بشكل كبير جدا على الأظهرة والعرضيات. فعندهم 16 عرضية منهم بس 4 بشكل صحيح دقة 25%. الناحية التانية الأهلي ما عملش كروسات المتعودين عليها حتى الدقة، يعني 3 بس منهم تخيل بشكل صحيح الدقة وصلت ل 21%. تصديات حراس المرمى 4 شالهم حارس مرمى فاركو، والناحية التانية النادي الأهلي 2 فقط. الكسب الكرة واسترجاع الكرة لبوري كافري النهاردة كان عالي، وده اللي احنا كان ملاحظ عليه عند فاركو وأرقام فاركو في الدوري. اتكلمنا مع حضرتك قبل المباراة هم بيمتازوا في الحتة دي، في الضغط واسترجاع الكرة عندهم بيعملوا أرقام منها كويسة جدا، وقد يقارب طبعا رقم النادي الأهلي في كسب الكرة النهاردة واسترجاعها بشكل عام. حتى الاعتراضات
عندهم برضو اعتراضات، عندهم بلوكات، عندهم ابعاد للكوره النهارده، ادي يعني اعتراضات 5، النادي الاهلي 9، عندهم ابعاد للكوره 9، اما الاهلي طبعا 14. فبتلاحظ ان من ناحيه استرجاع الكوره وكسب الكوره فاركو دايما مقارب من النادي الاهلي، وارقامه على مستوى الدوري بشكل عام جيده جدا. ده الشكل الدفاعي والشكل الهجومي والاستحواذ وبالنسبه للتمريرات. بس ارقام فاركو مفاجاه لينا النهارده. صحيح، ما كناش متوقعينها قبل الماتش. حضراتكم قلتوا في الشرح الفني كابتن بلال الكباتن كلهم ان كان في جيم مفتوح، ما دام في جيم مفتوح لازم يبقى في تمريرات كثيره، في يعني تروسات، في يعني ناحيه هجوميه باينه بشكل كبير، وده عكس الارقام او الارقام بتعكس طبعا الناحيه الفنيه يعني. ده بشكل عام. احنا كنا بنقول بقى قبل المباراه كابتن سريعا ان من اهم نقاط الضعف عند فريق فاركو هو تقدم الاظهره الظهرين. بالتالي في مساحات كبيره جدا في خط الظهر عندهم، خاصه ورا طبعا الباك اليمين جيفرسون انكادا النهارده ما كانش بيلعب ظهير ايمن، يعني هو تقريبا كان في نص ملعبنا على طول. صحيح، يعني كنت دايما اقول هل في باك يمين بيكون انسايدر يعني دايما الاقيه يعني، طب خلي ده للوينج يعني. الوينج دايما هو كان بيلعب وينج وبيخش دايما وموجود في كل مكان. بالتالي بقى احنا عايزين نستعرض مع حضرتك، انا عندي حالات كتيره جدا لانكادا بالذات ووراك للدنيا عامله ازاي. فهنبدا من اول الدقيقه 2 والدقيقه 6 في بدايه المباراه، وده اللي احنا كنا بنراه مع حضرتك. لو نستعرض الحالات مع الشباب في الدقيقه 2 لسه في بدايه المباراه، حصل البركه هنا يعني، نقف بقى نقف هنا، اتلعبت في ناحيه اليمين طبعا من عمر كمال، بس لو بصينا بقى ناحيه الشمال خلف انكادا، شوف انكادا فين يا كابتن؟ في نص الملعب، في نص الملعب، ووراه بقى خلاص في مساحه كبيره جدا. هنا طبعا دقه التمرير او كان في قرار من عمر كمال ان هو يلعبها ناحيه اليمين، ده اللي احنا كنا بنتكلم مع حضرتك. نفس الكلام خلاص يعني، نكمل نخش على الحاله اللي بعدها طبعا اتلعبت نفس الكلام هنا، لو كان في دقه اكتر فين انكادا برضو مش مهتم بالجانب الهجومي بس. فبالتالي الباك اليمين المساحه وراه او في يعني شوارع. نفس الكلام هنا بقى بنتكلم على الضغط، يعني نقف نقف يعني قبل الضغط دوت كان كره طبعا مع فاركو هنا في حاله نقف نقف هنا كابتن، دايما يا كابتن شريف نتكلم مع حضراتكم، انا اتكلمت في النقطه دي مع ايمن مظبوط، يعني دي كابتن شريف برضو اتكلم عليها، وده طبعا المتعودين عليه من النادي الاهلي، الضغط المزدوج، الضغط الجماعي، الاسترجاع الكره والبور ريكفري، وده يمتاز بيها النادي الاهلي. الارقام بتقول لنا كده بصراحه، يعني بنتكلم على البور ريكفري سريع جدا وبناخد الكره، هو طبعا اللونج بولز عايزه سرعه شويه في اتخاذ القرار، هتلاقي فرص كبيره والنتائج افضل. نفس الكلام نفس الكلام برضه هتلاقي انكادا في نص الملعب هنا، وناحيه اليمين او الشمال النادي الاهلي طبعا فاضيه تمام. يعني انا بس استكفينا بانكادا وده عشان احنا قبل المباراه اتكلمنا عن النقطه دي واظهرناها ان كان ممكن نستغلها بشكل افضل النهارده، نحقق فيه طبعا سكور كبير، ولكن طبعا الثلاث نقاط هي الاهم. الحمد لله رب العالمين، عقبال كل مباراه ان شاء الله باذن الله. طيب بس صح حضراتكم طيبين. طيب. عيد اضحى سعيد على حضراتكم وعلى يعني جمهور النادي الاهلي ومصر كلها. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. شاكرين جدا، شرفتنا بس. شكرا.